السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب، معكم خالد من جيمر سناك، ورجعت لكم اليوم في مقطع جديد وبيكون عن أهم الألعاب في سنة 2018 أو الألعاب القادمة. في تشكيلة كبيرة في هذه السنة بحاول أغطيها لكم في مقطعين أو ثلاث مقاطع، لكن أهم شيء تعرفون كل الألعاب اللي بتصدر. وقبل ما أبدأ بس حب أذكركم في اللايك والاشتراك في القناة، ودائما انشروا الرابط لأصدقائكم علشان تقدمون الدعم، وكل اللي علي أقدم لكم مقاطع جديدة. الحين خلونا نبدأ ونتعرف على ألعاب السنة. تبدأ السنة في أول لعبة اسمها The Impatient، لعبة مغامرات منظور أول، تجربة واقع افتراضي مخصصة للبلاي ستيشن VR. أحداثها عن شخصية اللاعب اللي يكون بدور شخصية مريض نفسي وحواليه الدكاترة في مصح عقلي، وأنت كلاعب في دورك تحل الألغاز وتتعرف على الأمور اللي من حولك وتحاول أنك تسترجع الذكريات لأن شخصيتك فاقد الذاكرة. التجربة حلوة وغريبة ومرعبة ويمكن ما مرت علينا من قبل، تعتبر واحدة من أهم ألعاب VR في هذه السنة، وإصدارها في 23 يناير 2018 حصريا للبلاي ستيشن 4. You understand I want what's best for you. ثاني لعبة في هذه السنة مونستر هانتر وورلد من كابكوم، سلسلة معروفة مغامرات اكشن ار بي جي، وكانت مشهورة على اجهزة المحمول والحين بنشوفها على اجهزة الكونسول. اخذت طابع جديد من ناحية الارت وشكل اللعبة، راح تكون عالم مفتوح وفيها الجيم بلاي في تلفيل للشخصية واستخدام اسلحة ودروع وامور كثيرة، بالاضافة لمواجهة الوحوش اللي هم اساس اللعبة، راح تسوي لهم افخاخ او تواجههم في القتال، فبيكون فيها متعة جميلة في مواجهة كل وحش وانواع المختلف وتحاول تدرس تحركاته، فبتكون شيء جديد ومختلف عن باقي الالعاب. بتكون تحدي ممتع لحالك سنجل بلاير او مع اصدقائك كوب، واللعبة اخذت انطباعات جيدة اولية على الاقل من الديمو اللي ناس جربوه، وان شاء الله راح تتوفر في 26 يناير للبلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 والبي سي. والعشاق العاب الفايتنج وبالتحديد انمي دراغون بول، عندكم لعبه دراغون بول فايتر زي، واحده من الالعاب المهمه في هذه السنه لعشاق الفايتنج. اقتبست بعض الافكار من الالعاب القتاليه الثانيه وتبديل الشخصيات وهذه الامور، بالاضافه لتاريخ السلسله نفسها كالعاب فايتنج من دراغون بول، كلها تنجمع في هذه اللعبه تقدم لك مزيد شخصيات واكشن وسوبرات ودقه رسوم توصل ل 60 اطار في الثانيه من ناحيه السرعه، وفيها ارت ومستوى سينمائي جدا جميل في الاكشن قريب من الانمي، ممكن يكون افضل في بعض الاحيان. فيها حركات اكشن غير طبيعيه، عن نفسي جربتها في المعارض كانت تجربة جدا قوية وحماسية، مع اني ما كنت اتابع الانمي، فما بالك اللي يحبون الانمي، فعلا بتكون لعبة مهمة بالنسبة لهم. اللعبة راح تتوفر في 26 يناير للاكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 والكمبيوتر. اما الحين وبعد طول انتظار ترجع لنا لعبة محبوبة وهي داينستي ووريرز بالجزء التاسع، وهذا الاصدار تم تطويره من الصفر لكن نفس مطورين اللعبة اللي سوونا الاجزاء القديمة. اللعبة هذه مثل ما عرفناها مغامرات واكشن وهاكن سلاش وشخصيات، وكل واحد يتميز بسوبر معين واسلحة مختلفة، لكن التغيير الجديد في هذه اللعبة انها صارت عالم مفتوح، تقدر تتجول بحرية في عالم ضخم وتشوف لك شخصيات ومنها مهمات جانبية ومهمات القصة، بالاضافة للحروب الاساسية في طور القصة. اللعبة الشيء الحلو انها تتضمن اقوى شخصيات السلسلة، وتم تحسين الجرافيكس بشكل كبير مثل ما تشوفون، تغيرت اللعبة عن قبل لكن لا تزال تحافظ على ستايلها المعروف، رجعت لنا بشكل افضل وراح تتوفر على البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 والبي سي في تاريخ 8 فبراير 2018. خامس لعبة عندنا بتكون Kingdom Come Deliverance، لعبة لعشاق الميد ايفل او العصور الوسطى، مغامرات فيرست بيرسون ار بي جي وعالم مفتوح، واللعبة تقريبا تذكرنا او نسخة من سكايرم. اللاعب راح يقدر يصمم له شخصية من ناحية الشكل والعرق والملابس وهذه الامور، والتخصص كمحارب او ساحر او ثيف وغيره. طبعا منظور اول مثل ما ذكرت، وفيها مهمات قصة وايضا عالم كبير ومهمات جانبية. اللي يحبون الحوارات والميد ايفل وهذه الحروب ممكن تناسبهم هذه اللعبة، لكن للحين ما ندري عن مستواها، ننتظر ان شاء الله التجربة ونعطيكم انطباعاتنا عنها. راح يكون اصدارها في 13 فبراير هذه السنة للبلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 والبي سي.
أيضا في فبراير موعدنا مع واحدة من أهم الألعاب في هذه السنة، لعبة فار كراي 5. سلسلة الأكشن والعالم المفتوح من يوبيسوفت ترجع لنا هالمرة بأحداث جديدة وقصة جديدة كليا في مقاطعة مونتانا في أمريكا. قصتها عن مجموعة متطرفين يحاولون الاستيلاء على منطقة بالكامل بحجة التدين، لكن بهدف سياسي، يعني مستغلين الدين بهذا الموضوع. بدورك أنت كلاعب تحاول أنك تقاومهم، وفي مجموعة من المقاومة اللي راح يكونون يساندونك في هذه المغامرة. طبعا اللعبة فيها الجيم بلاي تقدر تلعب بنفسك أو مع مساعدين بالمهمة في القصة، عندك القناصة البنت وعندك الطيارة وأيضا كلب الصيد اللي راح يساعدك في المهمات. تقدر أيضا تستعين بصديق تلعبون المهمات الجانبية أو المهمات الرئيسية في القصة بكوب، راح تكون المغامرة محسوبة للاعبين. مبدئيا بالنسبة لتجربتي الخاصة أشوف أن اللعبة جدا ممتعة وفيها عناصر جميلة، خصوصا عالم اللعبة والطبيعة من حولك والأشياء اللي تسويها. على العموم اللعبة راح تصدر في 27 فبراير في هذه السنة للبلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي سي. Good people. They're ready to resist. They want a war. Let's make sure we don't disappoint. أما الحين عندنا لعبة Shadow of the Colossus بنسخة الريميك الجديدة، جابوها لك من مستوى البلاي ستيشن 2 إلى البلاي ستيشن 4 والجيل الحالي بوضوح جدا جميل ودقيق بالتفاصيل، بالإضافة لل 4K وال HDR. اللعبة هذه باختصار أسطورة ما تكررت، وعن نفسي أشوفها واحدة من أروع الألعاب في تجربتي في تاريخ الجيمينج بالكامل. للي ما يعرفها باختصار، هي مغامرة شخص راح يكون معاه بنت فاقد الوعي من البداية، حطها في مكان معين ويكون الغريب بالموضوع مطلوب منه القضاء على 10 زعماء، وكل شيء غامض في اللعبة. الزعماء هذول العمالقة الصخريين، كل واحد منهم له تصميم خاص وأيضا لغز معين علشان تقتله، وبعد ما تقتله تروح تكمل واحد ورا الثاني. اللعبة يميزها غموضها، يميزها عالمها الساحر، الموسيقى اللي فيها شعور جدا جميل تخيله من أيام 2005 تقريبا لليوم، يعني أتذكر الساوند تراك والأحداث اللي فيها، فما أنا متخيل أنها بترجع بمستوى بهذا الجيل بنسخة جديدة. اللعبة ما تتفوت للي ما جربها، وإصدارها بيكون في فبراير 2018 لكن ما تحدد بالضبط، وحصريا للبلاي ستيشن 4. بعدها عندنا لعبة الانمي الشهير هجوم العمالقة اللي بيكون الجزء الثاني. طبعا احداثها تتمحور بين الجزء الاول والثاني من الانمي، لكن ممكن تكمل الاحداث، فانصحكم جدا جدا تشوفون الانمي اللي فعلا ما يتفوت علشان ممكن تجربون هذه اللعبة. بخصوص الجيم بلاي، راح يكون فيها تحسينات كبيرة على هذا الاصدار من ناحية طريقة اللعب والتحكم والشخصيات، وايضا الرسومات اللي ممكن توصل في بعض اللقطات حتى افضل من الانمي. راح يعدلون العيوب قدر المستطاع، وبتكون تجربة افضل اكيد من الجزء الاول، وقصتها تتطلب تشاهد الانمي مثل ما ذكرت. طبعا فيها لعب حر، وانك تروح تتحدى في السنجل بلاير، او ممكن تلعب اونلاين مع اصدقائك تتعاونون على العمالقة، او اونلاين مع ناس غرباء ما تعرفهم تدخلون وتسوون هذه المهمات. راح تتوفر البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 ونينتندو سويتش وايضا البي سي في تاريخ 30 مارس في هذه السنة. أما الحين وصلنا لعنوان مهم جدا في هذه السنة ومن أهم ألعاب الجيل بالكامل وأسطورة من التاريخ، لعبة God of War مع شخصية كريتوس اللي نحبه لكن بتوجه جديد في اللعبة. طبعا الأحداث راح تكون عن كريتوس ولده، وبعيد عن اللي صار في الأجزاء اللي سابقة، وفي حقبة ما شفناها شو اللي صار مع كريتوس، كلها هني بتبدأ اللعبة، وراح يكونون رايحين لموطن جديد لكن انصدموا في المخاطر والوحوش والآلهة اللي تنتظرهم. اللعبة راح تقدم لك جيم بلاي ممتاز لكن مختلف عن قبل، من ناحية الشخصية تشوفونه أثقل ومستقر على الأرض اكثر من قبل. عموما اللعبة راح ان شاء الله تقدم تجربة جدا جميلة لكن شوي مختلفة عن قبل، وبيكون في مساعد عندك شخصية الولد، وان شاء الله تكون عند حسن الظن، وهذا العنوان له مكانة كبيرة عند اللاعبين، وان شاء الله يكون بمستوى جدا ممتاز. اصدارها راح يكون 22 مارس في هذا العام وحصريا للبلاي ستيشن 4. اما الحين بالنسبه لاخر لعبه عندنا في هذا المقطع، لعبه اواي اوت. اللعبه هذه تقدم لك تجربه ثنائيه اجباريه، يعني كوب مع صديق، واحد منكم يشتري اللعبه والثاني راح يحملها مجانا وتنطلقون في هذه المغامره. اللعبه بيكون فيها شخصيات مجرمين او هاربين من العداله، وفيها مثل ما تقول مراحل متنوعه، ويمرون في مسيره لهم فيها حوارات، فيها اكشن، فيها اخراج غير طبيعي في نقل اللقطات والكاميرات، وكل لاعب شنو قاعد يسوي بنفس الوقت، وراح تشوفون بعض بطريقه جدا جميله ومبتكره يمكن ما مرت علينا من قبل، وهم نفسهم مطورين لعبه براذرز اذا تذكرون. اللعبة راح تقدم تجربة حلوة، راح يكون إصدارها في 20 مارس للبلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي سي. Get him! Yeah! Run, run!
نكتفي بهذا القدر، وتقريبا هذه أول 10 ألعاب مهمة في هذه السنة، لكن عندنا 30 لعبة ثانية وإن شاء الله راح أغطيها لكم في مقاطع أكثر. لكن أبي أشوف حماسكم، أبي أشوفكم اللايك، هل عجبكم هذا المقطع، علشان توضحون لي هذا الشيء أنكم حابين أكثر، وراح إن شاء الله أستعجل لكم في باقي الألعاب. تقريبا عندنا 40 لعبة مهمة في هذه السنة وهذه أول 10، وترقبوا المزيد، بس أبي أشوف حماسكم، وأتمنى أنكم تنشرون رابط كل يبي منكم دعم لهذه القناة، وإن شاء الله أقدم لكم أكثر وأفضل في المستقبل. يعطيكم العافية على المتابعة، وكان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامة. We'll be right back.